الامتحان كان كويس بس في اسئله ما كانتش مباشره. كان الحمد لله كان سهل. الامتحان كان صعب، كانت في اسئله عايزه وقت اكتر، كان 20 سؤال بس. هو الامتحان فيه تكات يعني حوالي 3 كده، كان حوالي 11 والسؤال عليه 3 درجات. اول وقت كان حلو بس هو الوقت يعتبر قليل عشان علم النفس بنكتب فيه كتير. كان مستوى، بص لو حد عايز يعني حد مذاكر المنهج كله، حد قاري حتى كان هيعرف يحل. لا الوقت كان تمام عادي.